الأشعة السينية هي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية ذات نفاذية عالية جدا وطول موجي قصير. تعتبر هذه الأشعة من التطبيقات على ظاهرة الأطياف الذرية، إذن هذه النقطة جدا مهمة أن الأشعة السينية هي من التطبيقات على ظاهرة الأطياف الذرية. اكتشفها العالم روتنجان وسماها أشعة إكس لأنها كانت مجهولة. استخدامات الأشعة السينية تستخدم أولا في المجال الطبي للكشف عن كسور العظام، ثانيا تستخدم في المجال الصناعي لدراسة البناء البلوري للعناصر والكشف عن الشقوق في الفلز. نرى أمامنا الآن جهاز توليد الأشعة السينية. يتكون هذا الجهاز من أنبوب مفرغ من الهواء كما نرى، هذا هو الأنبوب. يحتوي هذا الأنبوب على فتيل، هذا هو الفتيل بهذا الشكل. نسخن هذا الفتيل لتنبعث منه إلكترونات بهذا الاتجاه فيصطدم بالهدف باللون الأحمر، وهو هدف من مادة فلزية، وهنا في هذا الشكل مادة التنجستن. إذا تصطدم بهذه المادة عند تسريعها بواسطة فرق جهد عالي، لدينا هذا مصدر فرق الجهد الموصول ما بين المهبط والمصعد، ثم بعد اصطدامها بهذا الهدف تنبعث منها الأشعة السينية بهذا الشكل.